بعد الاشعه ونتيجه الاشعه هيتحدد موقف محمود متولي في الجاهزيه للمران الجماعي، وان شاء الله يكون معسكر الامارات فرصه طيبه لمحمود متولي عشان يكون مع ريني فايلر في التدريبات الجماعيه، وليه ما لا ان شاء الله يجربه حتى في المباراه الوديه. طيب لمزيد من التفاصيل بينضم لي على الهاتف زميلي العزيز شريف شعبان من ملعب مختار التتش بالجزيره، كان حاضرا لتدريب النادي الاهلي ونعرف منه ايه الجديد واللي شافه النهارده في ملعب التتش بالنسبه للمران الجماعي، في ظل ان النهارده نقدر نقول زي ما قلت لكم بنسبه 95% الصفوف كانت شبه مكتمله بوجود كل اللاعبين الدوليين بعد الراحه الاضافيه اللي حصلوا عليها بالامس واول امس. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك يا زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. نطمن منك على حاله الفريق والاستعداد النهارده في ملعب التتش والجديد النهارده اللي شفته في تدريب الفريق الجماعي، في ظل خلاص ان بكره اخر مران ثم السفر الى الامارات معسكر مغلق لمده اسبوع. يمكن التمرين كان في الرابعة عصرا، ويمكن المفاجأة لكل لاعبي النادي الأهلي إن المشجع الجميل الأهلاوي حماصة كان موجود النهارده في تمرين النادي الأهلي، كل لاعبي النادي الأهلي كانت حريصة تروح وتتصور معاه وتتكلم معاه، الجهاز الفني أيضا فايلر وباقي جهاز ومدير الكرة وكل الجهاز كان حريص يتكلم مع حماصة ويتصور معاه، يمكن لقى استحسان كبير أوي ورفعت من الروح المعنوية الحماصة، وطبعا اللاعبين النادي الاهلي اللي شايف المشجع المخلص النادي الاهلي حريص رغم كل الظروف اللي هو بيعاني فيها هذه الايام ولكن موجود في عشقه النادي الاهلي. يمكن بعد هذه اللقطه الطيبه كان في اجتماع في الملعب او محاضره في الملعب حوالي 5 دقائق اتكلم فيها مستر فايلر، اتكلم فيها مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ ان لازم يركزوا الفتره المقبله، مفيش عنف في التمارين، التقسيمات بيبقى فيها يمكن يعني تكالنج مثلا قويه، تدخلات عنيفه، فطلب اللعيبه بالهدوء، خلاص هو عارف كل امكانيات لاعبي النادي الاهلي، فطلب اللعيبه بالهدوء وعلشان خاطر مفيش اصابات تحصل في الفريق. يمكن بعد هذه الجلسه اللي استمرت حوالي 5 دقائق بدا بالاحماء والجري حوالين الملعب وكان في تقسيمه في نهايه المران. يمكن البشرى الخير لكل جماهير النادي الاهلي وليك ايضا زميلي محمد ان محمود متولي شارك في جزء كبير من تمرين النادي الاهلي اليوم، يمكن طبيا بيعلن جاهزيته 100% ولكن فنيا بقى او بدنيا يمكن الجهاز الفني هيفضل يدخله على مراحل، النهارده بياخد جزء بكره ياخد جزء اعلى وهكذا باذن الله في الامارات هيكون جاهز عشان يؤدي التمارين كله بكامل قوته، ولما لا ممكن كمان نلاقيه بيشارك في جزء من المباريات الوديه اللي هتكون في الامارات باذن الله، ولكن من الناحيه الطبيه محمود متولي اصبح جاهز بنسبه 100%. على الجانب الاخر التاهيل لكريم نيدفيد النهارده بيتاهل قبل بدايه المران، النهارده شايف بعيني كريم نيدفيد النهارده بيفتح السبرنتات ما شاء الله كويسه كده، بيمسك الخشب بيفتح السبرنتات كويس وبيهدف سرعته بيزود في سرعته، مفيش دكه خالص، فكريم خلاص بتتكلم في ايام ايضا وهيكون موجود في تمرين النادي الاهلي. يمكن بكره باذن الله هنتظم في المران معلول، هنتظم في المران جيلاردو، خلاص يمكن بكره هتلاقي كل صفوف النادي الاهلي مكتمله طبعا باستثناء لاعبي المنتخب الاولمبي. كان على الجانب الاخر ايضا تدريب الحراس، يمكن مايكل عامل تمرين قوي جدا مع الشناوي مع اكرامي مع علي لطفي، حارس الناشئ حمزه اللي بيقدم مستويات رائعه من البارح والنهارده يبشر ان قطاع الناشئين في النادي الاهلي على مستوى حراسه المرمى مبشر وحاجه تفاؤل للامام وحاجه بتطمن كل جماهير النادي الاهلي على مستوى حراسه المرمى في قطاع ناشئين النادي الاهلي، تمرينه قويه جدا لفت النظر فيها الشناوي واكرامي وعلي لطفي، يمكن كل المتابعي مران الفريق بيلاقي ان في تالق ملحوظ للثلاث حراس والمنافسه شديده جدا ما بين الشناوي واكرامي وعلي لطفي. يمكن زي ما قلت لك فايلر النهارده اختتم المران بتقسيمه قويه جدا وكان حريص ان هو يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان يصلح الاخطاء، مش عاوز اخطاء خالص تكون موجوده في هذه التقسيمه. يمكن وليد سليمان خطف كل قلوب الاهلاويه النهارده لما وقع في كوره مشتركه، ولكن لما نزل الدكتور خالد محمود الحمد لله قام بكل سلامه وكمل نهايه المران وتالق بشده في هذه التمرين، ازاره تالق الشيخ تالق الشحات تالق لاعبي النادي الاهلي كلهم على موعد مع تالق لاعبي النادي الاهلي كلهم بيقدموا مستويات في التمرين رائعه جدا تجعلك او تشعر ان في خلاص في بكره مباراه رسميه، فالكل بيتسابق على نيل ثقه الراجل، الكل بيتسابق على حد يعني حجز دوره في تشكيل النادي الاهلي او عاوز يثبت الراجل ان هو جدير ان الراجل يعتمد عليه الفتره المقبله.
فايلر رفض الاجازه خالص في الفترات السابقه وركز مع النادي الاهلي، قال لك مش هترك خالص النادي الاهلي الا ما اتعرف على كل صغيره وعلى كل كبيره، مفيش اجازات دلوقتي، الفريق اهم من اي اجازه. زميلي محمد معاك لو عندك اي استفسار. انت قلت لي يمكن وليد سليمان اتعرض لاصابه ووقع في الملعب ونزل الدكتور، لكن كمل التمرين يا شريف، لان المرحله الحاليه بصراحه بينه وبينك مش مستاهله اصابات خالص. يعني اصابه محمد محمود بصراحه الاخيره خلتنا دايما حاطين ايدينا على قلبنا، لان لاعبي النادي الاهلي في المرحله الجايه محتاجين الصفوف تكون مكتمله، لان في ازدحام في المباريات بعد 25 نوفمبر، وعلى الاقل حتى على المستوى الشخصي نتمنى السلامه للجميع يا رب. طبعا عند الاول بنتمنى لكل السلامه لنجمنا المحبوب محمد محمود اللي اجرى النهارده العمليه، ويا رب باذن الله يا رب يرجع لفريقه باقصى سرعه. النهارده لاعبي النادي الاهلي كلهم كانوا حريصين يكتبوا تويتات على تويتر، وكل متعاطف مع محمد محمود، وباذن الله يرجع اقوى من الاول. وليد سليمان خطف كل القلوب الاهلاويه اللي كانت متابعه المباراه النهارده، ولكن الحمد لله كمل المران بكل قوه، تالق بكل شده في المران مع نزول كريم، مع نزول محمود. باذن الله باذن الله مش هيكون غير موجود محمد محمود، يا رب تكون هي الاصابه الوحيده بس محمد محمود، وباقي الفريق ما يكونش فيه اصابات لحد نهايه الموسم. في تصعيد من اللاعبين الناشئين يا شريف في التمرين؟ اه، في حوالي اربع خمس لاعبين بجانب حارس المرمى، بنتكلم حوالي خمس لاعبين بحارس مرمى، وكلهم لافتين النظر، وخصوصا شادي يمكن اللي كان في عرض رسمي من دوله الامارات. شادي رضوان. شادي رضوان لاعب كبير ولفت الانظار، ويبدو ان النادي الاهلي في قطاع الناشئين يوجد لاعبون على اعلى مستوى في المهاره، في التسلم، في الاستلام، في الضغط على الخصم. لا، قطاع الناشئين النادي الاهلي مبشر، قطاع الناشئين في النادي الاهلي بيدعو للتفاؤل. أكيد يا شريف. شريف شعبان زميلنا ومراسل قناة النادي الأهلي في ملعب مختار التتشي، يمكن عرفنا منه كل التفاصيل الخاصة باستعدادات النادي الأهلي في المرحلة القادمة، واطمأننا على حالة اللاعبين في هذا التدريب، وإن شاء الله يكون في جاهزية